المرحلة القادمة بعد هذه الإقالة، كيف تراه؟ أقول أنه من العار أن نقول على 200,000 من الجزائريين الذين قتلوا وتخريب وطن بكامله أنه كان أزمة أمنية. لقد كان حربا قذرة من كبار الجنرالات ضد الشعب الجزائري. بالنسبة أراها للمرحلة القادمة، بأننا أراها بأنها مرحلة تحمل في طياتها الكثير الكثير من المخاطر على الدولة وعلى المجتمع، خاصة في الظروف الإقليمية المحيطة بالجزائر. أراها أننا هناك من يقود الباخرة وهو في حالة سكر وفي حالة عجز، والباخرة تتلاطمها الأمواج، وهذه الباخرة هي الدولة الجزائرية والمجتمع الجزائري. أراها قاتمة بكل أسف وبكل ألم، وأحاول أن أبحث عن عناصر التفاؤل فلا أجدها إلا عندما يتولى الشعب الجزائري ويختار من يحكمه حقا ويتولى مصيره بيده. جيد.